من المظالم الجزائرية اليوم في مظلمة البرج في حق المناضل الميداني الشريف الرجل ميتشرا ما يتباع إبراهيم العلامي. بهذه المناسبة لأننا 15 فبراير 2021 نعود نولو عامين مؤخرا، يوم 14 فبراير 2019 كان أول واحد هو اللي خرج ضد هذه المنظومة الفاسدة، الشاب إبراهيم العلامي. إبراهيم العلامي راجل ما يتشرد، 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 إبراهيم العلامي. للتذكير، للتذكير، بارك الله فيكم، للتذكير، إبراهيم العلامي في 2019 في 14 فبراير قال هو يحيى يا جبار هذا الشعب لا يهان، بوتفليقة ويحيى يا جبان ويحيى يا جبان هذا الشعب لا يهان، ويحيى يا جبان هذا الشعب لا يهان. قال كلمة ويحيى يا جبان هذا الشعب لا يهان، وقال لا للعهدة الخامسة، لا للعهدة الخامسة، وحنا رانا نقولوا اليوم لا للعهدة الخامسة، لا لاستمرارية المنظومة الفاسدة، منظومة القتالين، منظومة المجرمين، منظومة السراقين، من 62، من 58، من 57 قبل الاستقلال المختصر، 54 من نهار اللي اختالوا عبان رمضان مهندس الثورة إلى يومنا هذا، أن عياض الباطل الحكم الباطلي، ولا سلمية عبان رمضان مهندس الثورة خلى شعار ما كاش عليه هدرة، عبان رمضان مهندس الثورة خلى شعار ما كاش عليه هدرة، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية. احنا رانا بكل سلمية ونحيي كل الشعب الجزائري في 48 ولاية بدون ان ننسى الجالية تاعنا في الخارج، كل الاحرار كل الاحرار نحييكم من خراطة بدون ان ننسى خوتنا واخواتنا المعتقلين، معتقلين الراي الرهائن ليزوطاج، وبدون ان ننسى السجين لازم يخرج رشيد نكاس عنده حق في العلاج، والله ما نسامحين فيه، والله ما تسكتونا، والله ما تخوفونا، والله ما تعزونا، ثورتنا سلمية، وانا 16 و22 ان شاء الله المطالب مشروعة بكل سلمية، ونقول لكم يا حزب لا فلان، حزب لا بالين، حزب البغرير، حزب البندير، حزب الكاشير، حزب النفاق، لا فلان، نحترموها حجبة التحرير الوطني تاع 54، أما 62 إلى يومنا 2021 سراقين خوانا، سراقين قتالين، سراقين سراقين قتالين ويقولوا وطنيين، سراقين قتالين ويقولوا وطنيين، سراقين قتالين ويقولوا وطنيين. حكومة فلمان فلندي ولا فلان، ديكاش 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 ديكاش، حلو ان شاء الله.